السلام عليكم، جيسبيرك معايا رمضان وكاع. وصفتنا تاع اليوم دي باركيت بلاباط بريزي، ودرت لكم تاني لا روسيت تاع لاصوص فرماج. نبداو في الوصفه. هنا جيت نوزن فرينه، نديرو 200 غرام 200 غرام ونص تاعها دهن 100 غرام دهن. هنا باش نسمهم درت شويه في الحمراء شويه حرور وقرصه ملح، نخلطوا غاية هذوك النواشف. أبخين ندخلوا غاية هذاك الدهن في الفارينة تاعنا بالسوها. هنا أنا درت حبة تاع بيض، حبة تاع البيض تاعي كانت كبيرة بخاسك، هي لمت لي العجينة، كنت موجدة الماء مي ما استعملتهش باسكو الحبة تاع البيض كانت كبيرة. فوالا العجينة تاعي راهي طرية، لميتها غاية. بقي نخلوها تريح، حاجة تاع الدهن توجور نخلوها ترتاح واحد الأونوغ هاكا دوزوغ. أبخي هنا جيت درتهم دي بول ودرتهم في هادو القوالب تاع لي باركيت وطيبتهم. فوالا لي بو يطيبوهم شوية بيضين على هاكا يدسوهم. ولا هنا جيت نوجد معاكم لاصوص تاع فرماج. درت كيما شفتو مغرف تاع مايزينا، كاس تاع حليب، نخلطوهم غايه بارد في بارد. ابخي نديروهم فوق النار، من يبدو يغلو نزيدو الفرماج تاعنا. انا درت هذا تاع شاف، وابخي ثاني زدت رابي، ما كاش عندي حتى شري باش هكا تجينا لاصوص تاعنا معلكه وفيها بنه بنينه تاع فرماج. انا درت نص طون ونص نص فرماج رابي. وهذيك الكميه اللي مديتها لكم تاع العجينه دارت لي قريب 16 حبه كما شفتوا. انا رققتهم ما نبغيهمش غلاط بزاف، دونك درت النص نهار درت كيما هكا في الطون، ولو دوزيام جور درتهم بصوص بيشاميل والكفته. فوالا قسمت معكم حبه. جيسبر الفيديو تكون عجبتكم. سلام.